طيب دلوقتي انا عايز اعمل ديزاين للبي اند اي دي الخاص بالابلكيشن بتاعي، وليكن مثلا عندي تانك، بعد كده بياخد منه جيت فالف بيدي للبامب، البامب ديت بعديها حاجه اسمها تشيك فالف او نون ريتيرن فالف، وبعد كده وليكن بول فالف، ويودي بعد كده على سيستم تاني. عايز اعمل الرسمه دي، يبقى ده عباره عن تانك بيدي على جيت فالف وبعد كده على بامب، بعد كده في حاجه اسمها تشيك فالف، وبعد كده في فالف تاني وليكن بول فالف. عايز اعمل الرسمه ديت اعملها ديزاين واعملها ايه على البي اند اي دي. طبعا البرامج اللي بتعمل ديزاين للبي اند اي دي كتير، انا اخترت مثلا موقع اونلاين ممكن اعمل عليه الديزاين دوت اللي هو اونلاين فيجوال باراديجم. انا عايز دلوقتي ايه، عايز تانك، يبقى ادور في الشمال كده على السيمبلز، انا محتاج تانك، بخش هنا ده الفيزلز بتاعنا بكل انواعها، نجيب مثلا ايه شكل تانك بالشكل ده كده، ده فيزل. طبعا لو جبت سهم على اي واحد فيهم هيجيب لي التوصيف ده بريشرايزد فيزل مثلا، نختار هنا ده تانك، نختار دبل كليك ونشده كده، ناخده كده على الوايت بورد. لو عايز اغير السايز بتاعه، لو عايز اغير الحجم بتاعه عادي جدا اغيره. تمام، المفروض التانك دوت هيدي لجيت فالف، يبقى نشوف السيمبلز بتاعت الفالفز. ده اول واحد ايه جيت فالف، واخدينه كده ومحطينه هنا، نغير السايز بتاعه. طب عايز اعمل له روتيشن عشان يبقى يستقبل من التانك، الفه كده واعمل له روتيشن، اظبط الروتيشن بتاعي، اظبط وضعه. تمام، المفروض بقى لما اجي عليه كده هلاقي فيه اسهم، اربع اسهم بتخرج في الاربع اتجاهات، واجي هنا هلاقي في اسهم بتخرج من اربع اتجاهات. انا طبعا اتجاه الفلو من التانك للفالف، طبعا انا عايز اظبط اتجاه الفلو، التانك هو اللي بيدي على الجيت فالف، يبقى اجي على السهم اللي خارج من التانك ويروح على الجيت فالف. تمام، دلوقتي المفروض جاب لي خط زي ما احنا شايفين، خط رفيع، يبقى انا رسمت الخط، بس الخط دوت خط رفيع، لا هو ده بايب لاين، المفروض يبقى خط تخين. اضغط عليه تاني واختار 3 بي تي، يبقى ده كده ايه بقى خط تخين عباره عن بايب لاين. تمام، خارج الجيت فالف المفروض يروح على البامب، يبقى المفروض دلوقتي نروح ندور على البامب، نختار مثلا سنتر فيوجال بامب، نحطها مثلا بالشكل ده كده. يبقى دلوقتي انا عايز اوصل من الجيت فالف اتجاه الفلو من الجيت فالف للبامب بالشكل ده كده، طبعا الشكل ده مش هينفع، يبقى نعمل ايه، اظلل الشكل بتاعي واختار خط مكسور، طبعا ايه اظبط الخط بتاعي وليكن مثلا بالشكل ده كده. يبقى دلوقتي بقى الشكل معقول، يبقى دلوقتي تانك بيدي على جيت فالف، والجيت فالف دوت بيدي على بامب، المفروض خارج البامب بيدي على تشيك فالف، يبقى اختار ارجع تاني للفالفات، اختار تشيك فالف بالشكل ده كده، تشيك فالف او نون ريتيرن فالف، ده مسؤول عن يعدي الفلو في اتجاه واحد ويمنع الفلو في الاتجاه المعاكس. نحركه كده نخليه قدام البامب، عادي جدا ممكن اغير الاتجاه، انا مش عايزه خط مكسور، انا عايزه خط ايه مستقيم، اعدل طبعا في الشكل لحد ايه ما يبقى ايه هوريزونتال. بعد التشيك فالف المفروض كان رايح على بول فالف، قام جاي مختار مثلا بول فالف عادي جدا، وغير السايز بتاعه، واخد من الفلو دايركشن من التشيك فالف، اوصل من التشيك فالف لحد البول فالف. بعد كده مثلا وليكن هيروح على فيزل او تانك تاني، ناخد الفيزل دوت مثلا بالشكل ده كده، وناخد الاتجاه من البول فالف يروح على الفيزل، طبعا مش عايزينه خط مستقيم، نختار خط مكسور. يبقى احنا كده ايه عملت الابليكيشن بتاعي على البي اند اي دي بشكل بسيط وسهل. عايز اعمل ابلكيشن تاني عباره عن تانك بيدي لجيت فالف بيدي لبامب، وبعد كده البامب ديت بتدي على تشيك فالف، وبعد كده خارج التشيك فالف، وبعد كده خارج التشيك فالف يروح على فلو كنترول سيستم، عباره عن فلوميتر بيدي اشاره كهربيه للفلو كنترولر وبيتحكم في كنترول فالف، فلو كنترول فالف. نعملها ازاي؟ ده البرنامج قدامنا، محتاجين
محتاجين تانك مثلا بالشكل دوت كده، هناخد السيتنج تانك نكبر السايز بتاعه. ده المفروض هيخرج على زي ما قلنا جيت فالف، يبقى نروح عند الفالفز سيمبلز بتاعتنا نختار الجيت فالف، نعدل وضعه، عايز اغير في السايز بتاعه مفيش مشكله، بكل بساطه باخد اتجاه الفلو لحد الايه الجيت فالف. لقيت الخط مكسور اختار خط مستقيم، بعد كده خدت من التانك على الجيت فالف بخط مستقيم، بس الخط دوت انا عايز اعمله 3 بوينت، يبقى ده بايب لاين. بعد كده عايز ارسم البامب بتاعتي، اخد سنترفيوج البامب مثلا، مفترض ان خارج الجيت فالف هيروح على البامب، يبقى نعمل فلو دايركشن على البامب. طبعا الشكل ده مش مقبول، يبقى نختار اللاين بتاعي لاين مكسور واعدل فيه براحتي. خارج البامب هيروح على تشيك فالف او دبل كليك قدام البامب واغير السايز بتاعه، اخد اتجاه الفلو من البامب للتشيك فالف، اعدل في وضعه. بعد كده مفترض ان انا هاخده على فلو كنترول سيستم، يبقى مكون من ايه فلو اليمنت، اختار الفلو اليمنت بتاعي اللي هو السنسور بتاع الفلوميتر، سواء بقى بايتو تيوب او كريولس او فلو نوزل او ماجنتيك او ايا كان، انا اختار مثلا وليكن كريولس، واخد اتجاه الفلو من التشيك فالف على الكريولس، اعدل طبعا من وضعه بكل بساطة. افترض ان الفلو اليمنت دوت هيودي على فلو ترانسميتر، يبقى انا محتاج انسترومنت، هاخد الفلو ترانسميتر بتاعي هنا مكتوب تي اي، اغير فيها دبل كليك اخليه وليكن مثلا اف تي فلو ترانسميتر رقم 101، يبقى اتجاه الاتجاه من الفلو اليمنت للفلو ترانسميتر. ممكن اكبر الشكل خالص واعمل حتى كمان اكبر ثابت الفلوميتر، طبعا الخط ده مكسور ممكن ايه اظبط الاتجاه بتاعه. بعد كده مفترض ان الفلو ترانسميتر هيدي على فلو كنترول، صغره شويه كده ونعدل الوضع، يبقى احنا محتاجين فلو كنترولر، اكبره اعدل الوضع اغير الاسم وليكن مثلا فلو انديكيتنج كنترول رقم 101. اكبر القرايه، اكبر الرقم، موضوع فليكسبل جدا وسهل جدا. نلاحظ هنا ان الكونكشن ما بين الفلو اليمنت والفلو ترانسميتر خط تخين، يعني هو بايب لاين طبعا، لا المفروض ده كونكشن عادي، يبقى اختار اتك على الخط ده واختار واحد بوينت كايه كخط بروسيس عادي. طب الكونكشن ما بين الفلو ترانسميتر والفلو كنترولر المفروض هو بيبعت اشاره الكتريكال سيجنال، لقيت عندي هنا خط سوليد، يبقى اظلل الخط اللي هو الكونكشن واختار خط منقط بيعبر عن الالكتريكال كونكشن، لقيت فيه كسره اختار الخط الايه المستقيم. يبقى انا كده الفلو ترانسميتر بعت الكتريكال سيجنال من 4 ل 20 ملي امبير للفلو انديكيتور كنترولر رقم واحد. مفترض ان الفلو كنترولر هيتحكم في ايه؟ في كنترول فالف، يبقى اختار كنترول فالف وليكن الكترونيوماتيك فالف، احطه بالشكل دوت كده، اعدل في السايز بتاعه، واخد
من الفلو إليمنت للكنترول فالف. هنا جابوا لي خط منقط، لا أنا عايزه خط سوليد، بختار خط سوليد، مش بس خط سوليد ويكون بايب لاين، اختاره 3 بي تي، يبقى ده بيعبر عن البايب لاين. طيب يبقى دلوقتي المفروض ان الفلو كنترولر هيتحكم في الفالف دوت، يبقى خارج الفلو كنترولر هيروح يتحكم في الكنترول فالف دوت. الخط هنا سوليد وخط تخين، لا نختاره خط رفيع وبعد كده نختاره الكتريكال كونكشن. يبقى دلوقتي ايه المنظومه كده ماشيه ازاي؟ ان التانك دوت بيدي لجيت فالف، الجيت فالف بيدي البامب، البامب دوت بيدي للتشيك فالف، بعد كده بيدي منظومه فلو كنترول عباره عن فلو اليمنت او فلو سنسور، ده اللي بيمر فيه الفلو وبيبعت بعد كده لفلو ترانسميتر. الفلو ترانسميتر بيبعت اشاره من 4 ل 20 بتعبر عن الفلو لفلو انديكيتور كنترولر، مهمته ان هو يعمل ديسبلاي كنترول على الكنترول فالف اللي اسمه الكترو نيوماتيك فالف، بيخش له اشاره من 4 ل 20 ملي امبير، بعد كده بتتحول ل 3 ل 15 بي اس اي تتحكم في نسبه فتح الكنترول فالف وهكذا. طيب لو عايز اكتب مسميات الاكويبمنتس ديت، اقوم جاي هنا على شيد اختار جنرال وبعد كده ابلاي، هلاقي هنا ظهرت لي كلمه تكست، اقوم واخدها هنا كده اقوم حاططها، اكتب مثلا ده تانك رقم واحد، اكبر طبعا براحتي، اكبر الخط كنترول ايه اكبر الخط، تمام بيدي على جيت فالف، مختار تكست واخد تكست جيت فالف وليكن مثلا اكتب جنبه فالف واحد كنترول ايه واكبر الخط بتاعي، اكبر طبعا ايه مساحه السلايد وهكذا. البامب اكتب بامب رقم واحد، عايز اعدل في الخط كنترول ايه واختار الخط المناسب ليه. يبقى انا كده عملت بي اند اي دي للسيستم بصوره بسيطه، وهكذا ابتدي ايه اتعامل مع اي ابلكيشن انا عايز اعمل له تصميم.